بينورني ويشرفني الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد الأوسي. يا أستاذ أوسي منورنا ومشرفنا كالعادة. ربنا يخليك يا أمير، ده أنا اللي بتشرف بتواجدي دايما معاك. بيبقى سعداء جدا حضرتك معانا. ربنا يخليك يا حبيبي، الشرف لي الحمد لله. شرف لينا يا أستاذ أوسي. ملفات كتير جدا جدا عايزين نتكلم فيها النهارده، حابب نبتدي منين؟ تيجي ناخدها كده واحدة واحدة؟ يعني خلينا نبدا من الحدث الاهم اللي مصر كلها بتترقبه بكره، يعني نبدا النهائي؟ من النهايه اعتقد ان ده نتكلم عن النادي الاهلي وبعد كده نقفل ملف الكره المحليه. والله براحتك يا استاذ. طيب اللي انت شايفه يا استاذ اوس. طيب خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي بيستعد الفتره دي طبعا لمباراتين مهمين جدا، والكل مترقب المباراتين دول، مباراتين هيحسموا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله لصالح النادي الاهلي. ماتش المقاولين يوم 24، ماتش الزمالك يوم 28. شايف الفتره اللي فاتت كلها من خلال استعدادات النادي الاهلي بتقيمها ازاي، سواء تحضيريا الاول في القاهره ثم السفر لاسبانيا ثم العوده للقاهره لاستكمال التحضيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا طبعا ما كناش نتمنى ان الدوري يستمر لما بعد الكان، طبعا كنا نتمنى ان الدوري يكون منتهي. يعني لعيبه الاربع فرق دول ظلوا معلقين بشكل غير عادي على مدار الشهر ده، ما خدوش الراحه الكافيه بتاعتهم، وده هياثر على الفرق دي لان هيحصل تلاحم بالنسبه لهم. يعني هم هيخلصوا الدوري هيخشوا في الكاس، هيخشوا في الدوري، هيخشوا في افريقيا. يعني الحقيقه يعني مأزق، لكن في النهايه احنا الان على ارض الواقع، والاهلي كان معترضا على هذا الامر ورفضه لان فنيا لا يجوز ان يحدث هذا الامر. المهم الحمد لله انتهت القصه وطلع الاهلي عنده حق، والاهلي طبعا طلع عنده حق، وهم اعترفوا بذلك. حتى اتحاد الكره اعترف بهذا الامر اعترافا صريحا وواضحا انه كان لابد من خطأ، والمجاملات هي من اوصلتنا الى ان اربع مباريات في المسابقه يتم تاجيلهم لمده شهر بعد انتهاء الكاس الامم الافريقيه. النادي الاهلي خلاص، يعني النادي الاهلي ده منظومه مؤسسه كبيره، في النهايه بيحترم النظم وبيحترم اللوائح وبيحترم القوانين، لانه مؤسسه قائمه على قيم ومبادئ واخلاقيات ونظم ولوائح بتحكمه. يعني فسار في هذا الطريق وان شاء الله يكلل جهده بالانتصار باذن الله، يعني والامور تتظبط بشكل جيد يعني باذن الله. تمام. طبعا يعني الاهلي حصل على راحه قليله قبل معسكر الاسباني، ثم عمل مجموعه من التدريبات اداها هنا في القاهره، ثم راح المعسكر الاسباني. وهذا معسكر يعني دايما معسكرات الاهلي اشبه معسكرات الجيش، يعني معسكرات صارمه، معسكرات قويه، معسكرات ما فيهاش تهريج، معسكرات بيكون فيها تدريبات فقط ومباريات وديه قدر الامكان حتى يخرج النادي الاهلي منها بالاستفاده. واعتقد الاستفاده دي تحققت هناك، رغم ان تواضع مستوى الفرق اللي هي في المباريات الوديه اللي لعبها، لكن في النهايه تحقق الهدف واللعيبه ماشيه بشكل كويس جدا، سواء اللعيبه المحليين اللي كانوا موجودين مع مستر رسالتي او الدوليين الاربعه اللي انضموا بعد كده. يعني ان شاء الله الفريق يكون جاهز ويكون مميز، وده طبقا لتصريحات رسالتي ان الفريق جاهز واللعيبه كلها في اعلى فورمه، جاهزين ان يلعبوا الماتشين اللي باقيين ان شاء الله، اللي هيكونوا ماتشين الحسم مع المقاولين يوم الاربعاء، ثم الحد اللي بعده مباراه الزمالك. ان شاء الله الاهلي يحسم البطوله قريبه منه بدرجه كبيره. يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه البطوله ويحسمها عشان يكون بطوله جديده، او تكون بطوله جديده في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري، وهتكون بطوله غاليه فعلا. صح، طبعا دي بطوله غاليه في ظل الظروف اللي مرينا بها اكبر موسم. ده طبيعي، ده اولا موسم طويل جدا، موسم صعب جدا، الاهلي اتعرض فيه لازمات كتيره جدا فعلا. ولعب في ظروف صعبه جدا جدا جدا، ولعب ماتشات تحت ضغوطات كبيره جدا لم يتعرض لها اي فريق في الدوري المصري. يكفي انه بعد ما انهى بطوله افريقيا لعب 8 مباريات في رقم قياسي، يعني كل 72 ساعه كان بيلعب مباراه، وهذا لم يتعرض له اي فريق مصري، وهذا الذي اوصلنا الى اللعب بعد نهايه الكاس. لو كان الامر طبق بحياديه وما فيش مجاملات لاحد، وكانت كل الفرق لعبت بنفس الطريقه التي لعب بها النادي اللي كانت الامور صارت بشكل جد وكنا انتهينا من كل شيء. طيب الفتره دي برضو كلام عشان اقفل بس ملف النادي الاهلي ونخش في افريقيا والحدث بتاع بكره. الفتره دي صفقات كتير على او كلام كتير على الصفقات في النادي الاهلي، والبعض يقول لك الاهلي هيجيب كل الناس، وبعض يقول لك الاهلي عن اتعاقد خلاص مع ناس كتير وكلام من ده. احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه وقلنا ان النادي الاهلي هيجيب احتياجاته، النادي الاهلي بيشتغل بشكل مرتب ومنظم جدا بخصوص الفريق الاول وبخصوص كل شيء في النادي طبيعي، يعني بخصوص الفريق الاول تحديدا النادي الاهلي عارف احتياجاته كويس، عارف الصفقات اللي هيخلص معاه كويس جدا، الامور كلها بتمشي بشكل جيد ومنظم داخل النادي الاهلي. راي حضرتك ايه؟ ده كلام جميل، كلام محترم، كلام هو بالفعل اللي موجود، اللي موجود على ارض الواقع. لان النادي الاهلي مش بيجيب اي صفقات وخلاص، مش بيجيب اي لعيبه ويرميها وخلاص، يعني وخصوصا النادي الاهلي عنده حاليا لجنه اسمها لجنه تطوير كره القدم. لجنه تطوير كره القدم دلوقتي اللي شكلها كابتن الخطيب مع مجلس اداره النادي الاهلي، هدفها التخطيط والتفكير لكره القدم النادي الاهلي وبناء فريق جيد، ويشوفوا الاماكن اللي فيها نقص، اللي فيها قصور، اللي فيها عجز، اللي بيعاني منها النادي الاهلي،
والاهلي يبدا يتحرك فعلا عشان يسد هذا النقص. يعني بنتكلم على قامات باسم الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا الناصف، كابتن خالد بيبو. اعتقد يعني مزيج من الاجيال الكرويه المختلفه الحديثه والوسط، صح، والجيل جيل اللي هو الرموز بتاع النادي الاهلي والقيمه الكبيره جدا في الشيخ طه اسماعيل. دول بيخططوا بيفكروا وبيقترحوا على الاماكن وبيشوفوا لعيبه، وده ينفع الاهلي وده لا يصلح. فالاهلي بيتحرك في هذا الاتجاه، فعنده مثلا قصور في الدفاع بيبدا يتحرك مع مدافعين، عنده قصور في وسط الملعب في مركز ديفندر بيبدا يتحرك زي ما جاب المالي اليو ديانج. محتاج رمضان صبحي يكمل، هيكمل رمضان صبحي بشكل باي شكل من الاشكال. لذلك تم الاتفاق الصفقتين اللي خلصهم الاهلي، والاهلي دايما لا يعلن على صفقاته الا لما تتم، واحنا لن نتحدث في القناه بقيمه حجم الاهلي الا ما تكون الصفقه موجوده على ارض الواقع. ما حسمه الاهلي حتى انه رمضان صبحي حسم لمده عام وانتهى الامر تمام بالنسبه له. صفقه مهمه جدا، قيمه عاليه جدا، اضافه كبيره جدا معنويه للفريق، معنويه للعيبه. الصفقه الثانيه اللاعب المالي اليو ديانج، ده لاعب في وسط الملعب المدافع، اعتقد هيكون ليه قيمه كبيره جدا بجوار السوليه، حمدي فتحي، كابتن حسام عاشور، يعني هيعمل منافسه قويه في هذه المنطقه المهمه جدا، المنطقه الحيويه جدا في النادي الاهلي، المنطقه اللي هي تعتبر قلب الفريق وتعتبر العمود الفقري للفريق، لان هذا حائط الصد الاول للنادي الاهلي. اعتقد ان ده مهم جدا انك تتعاقد مع لاعب هذا الحجم. وما في مفاوضات كثيرة جدا مع أكثر من لاعب في أكثر من مركز، وفي صفقات مهمة جدا إن شاء الله قادمة. أكثر من مركز الأهلي محتاجه، لازم أكثر من مركز، لا طبعا أكثر من مركز الأهلي محتاجه، ده مهم جدا يعني، وخصوصا المراكز اللي الأهلي محتاج فيها بحق وبجد، الأهلي محتاج فيها لعيبة، ده الأهلي بيتحرك فيها بشكل قوي، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيعلن رسميا عن هذه الصفقات. بالظبط، إن شاء الله النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة، ما تقلقوش خالص فيما يتعلق بالصفقات. عارف إن في استعجال شوية وفي تشوق لرؤية لاعبين جدد في النادي الأهلي، لكن طمنوا النادي الأهلي ماشي بشكل جيد جدا إن شاء الله. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي يا أستاذ أوسي، لكن بكره في حدث مهم جدا واستكمال للتنظيم الأكثر من رائع، واستضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية، النهائي بكره ما بين السنغال والجزائر. كيف ترى المباراة وكيف ترى النجاح المبهر لتنظيم مصر للبطولة حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله تكمل بكرة على خير والأمور تمشي بالشكل اللي احنا بنتمناه؟ تمام، يعني أنت طرحت سؤالين بشقين وهدول مهمين الشقين طبعا. الشق الأول الخاص بينا، الشق التنظيمي، هذا التنظيم الرائع المبهر الذي يعني نجحت فيه مصر نجاحا كبيرا. مصر حققت نجاح عظيم، نجاح مبهر، نجاح يجعلنا نفخر كمصريين بأن احنا عندنا قدرات تنظيمية بهذا الشكل. بنشكر الدولة المصرية على هذا الجهد الكبير طبعًا اللي قدمته علشان مصر تظهر بهذا الشكل، عشان لما يجي جياني انفنتينو في مصر ويقول ما حدث ابهرنا، ما حدث هيخلينا نعيد النظر في حاجات ممكن نظرها في مصر، ده شيء يسعدنا كمصريين. راجل منبهر من اللي شافه وردود الافعال اللي وصلت عنه. لما يطلع النهارده احمد رئيس الكاف ويتكلم بشكل واضح وصريح في اجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي اللي جرت وما زالت تجرى حتى الان في القاهره انتظارا للقرعه ان شاء الله اللي ربما تحسم قبل انتهاء الهوى، لما يطلع يقول بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. في اي جديد هنقول طبعا بخصوص القرعه يعني. بالظبط، بيشكر فخامه الرئيس على ما قدمه من دعمه على هذا النجاح وعلى هذا الانجاز الكبير جدا. تمام، فطبعا شيء عظيم. هيبقى عندنا تكمله لهذه الجزئيه والحديث فيها بشكل مفصل جدا، لكن خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل الحوار الشيق والممتع مع الاستاذ والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الأوسي بعد الفاصل. عندنا اكيد اخبار كتير مهمه جدا، لكن يا استاذ اوسي قبل ما نكمل الحديث بخصوص بطوله الامم الافريقيه والنهائي غدا، عندنا خبر مهم، وان في هذه اللحظات بيتم سحب طبعا زي ما قلنا لحضراتكم القرعه الخاصه بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون. بيحضر القرعه مين؟ بيحضر طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وبيشارك في سحب القرعه بجوار طبعا رابح ماجر طبعا النجم الجزائري الكبير، نوانكو كانو النجم النيجيري الكبير جدا المعروف، وايضا صامويل ايتو النجم الكاميروني الكبير، واللي بيقوم بالحفل او بمراسم القرعه طبعا خليل وفديجه نجم السنغال السابق طبعا النجم الكبير والمعروف. كابتن محمود الخطيب طبعا متواجد واكيد شخصيه بارزه ومهمه جدا في افريقيا وسفير بطوله الامم الافريقيه هذا العام، حدث مهم يا استاذ اوسي. طبعا حدث مهم جدا القرعه، وان شاء الله يا رب القرعه خاصه منتخب مصر تكون قرعه طيبه. لكن الاتحاد الافريقي حريص على ان رموز الكره الافريقيه اساطير الكره الافريقيه يكونوا موجودين، وطبعا في مقدمتهم سفير الكيان
الكابتن محمود الخطيب او سفير الرياضه المصريه والرياضه الافريقيه، واحد من الشخصيات اللي لها قيمتها كبيره جدا في القاره الافريقيه، كابتن رابح ماجر من الاساطير اللي موجوده في القاره الافريقيه، كانوا يعني مجموعه من الرموز الكبيره جدا، وده مهم جدا ان تقدير الرموز واحترامهم ده بيكبر الحدث وبيكبر الكاف وبيكبر الكره الافريقيه. ويا ريت احنا في مصر يكون عندنا نفس الكلام، ان يكون في تعظيم للرموز الموجوده في الكره المصريه. اكيد. بمناسبه الرموز والاساطير الافريقيه، خلينا نروح لمداخله سريعه ومهمه جدا جدا مع نجم كبير من نجوم المنتخب الجزائري السابق، الكابتن الكبير كابتن حسين عشو لاعب الجزائر السابق. يا كابتن حسين مساء الخير على حضرتك. كابتن حسين نعم سامعنا كويس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضرتك، منورنا طبعا في قناة الأهلي، وأكيد مداخلة مهمة جدا مع حضرتك، وكلنا مش ناسيين في الحقيقة الجون اللي أنت جبته في منتخب مصر في 2004 في آخر اللحظات في بطولة الأمم الأفريقية، لما عديت كده من قبل نص الملعب وكملت وعديت من هاني سعيد، وكمان كان ساعتها مين كمان؟ تامر عبد الحميد في 2004، وجبت هدف اكثر من رائع للاسف الشديد بالنسبه لنا، يعني هدف اكيد ما يتنسيش بالنسبه للشعب الجزائري. برحب بحضرتك بكل تاكيد، وعايز اتكلم معاك على المباراه النهائيه والهامه جدا جدا للمنتخب الجزائري امام المنتخب السنغالي، وكيف ترى هذه المباراه؟ والله شكرا على التصويت على الاهلي وشارك المباراه راح تكون يعني مباراة نهائية. تمام. الفريقين يعني المنتخبين معروفين عن الساحة الافريقية. ولو هاد المنتخبين يعني ما عندهمش حضور قوي في الفوز في النهائيات، مثلا نعرف ان السنغال فاز والجزائر فاز مرة واحدة في افريقيا. ولكن الوزن هذا النهائي لم يأتي صدفة. طبعا. كان في مصر وكان يعني اداء قوي خاصة فريقنا الجزائري اللي كان في المباراة نشوفه مباراة يقدم يعني اداء افضل ورجولي وقوي. طيب. نهائي يعني على طيب خليني اسال حضرتك برضه، هل المباراه الاولى ما بين المنتخبين في الدور الاول هل ممكن يكون ليها اثر على المباراه النهائيه؟ المباراه الاولى طبعا انتهت بفوز الجزائر بنتيجه 1-0 لهدف ليوسف البلايلي، هل ده ممكن يكون مقياس او مؤشر بالنسبه للمباراه النهائيه ان المنتخب الجزائري يكون موفق فيها ان شاء الله؟ اكيد راح يكون اثر يعني بسيكولوجي، يعني عامل يزيد في المنتخب الجزائري ويعني يأثر على المنتخب السنغالي، ولكن احنا نعرف ان المباريات يعني لا تتشابه، خاصة مباريات يعني الدور الاول ومباريات النهائي، هذا النهائي واخر مباراة وتعديل يعني ما راحش يدخروا اي جهد باش يفوزوا بمباراة، لان اخر مباراة في الكار كل اللاعبين يعني حابين يعني يتوجوا يفرحوا بلدهم. تكون مباراة أخرى ولكن أنا قلت اللي بسيكولوجيا المنتخب يعني الجزائري راح يكون يعني جائز معنوي. طيب الغيابات في المنتخبين، المنتخب الجزائري عنده يوسف عطال غياب مؤثر جدا المباراه الثانيه على التوالي بيغيب بسبب كسر في التركوة، في المقابل المنتخب السنغالي عنده مدافع قوي جدا غايب عن هذه المباراه هو كاليدو كولوبالي نجم نابولي الايطالي، هل شايف ان الغيابات دي مؤثره بالنسبه للمنتخبين وهل ممكن تكون ليها دور في حسم المباراه لاحد الطرفين؟ اكيد خاصة المنتخب السنغالي اللي عنده يعني ركيزة، احنا نعرف انه محور الدفاع يعني مهم جدا في القاعدة الدفاعية والمنظومة الدفاعية، خاصة كوليبالي هو المدافع ولكن هو من يبدأ يعني من صناعة الهجوم، بين هو لاعب يخرج الكرة يمد الكرة في ذلك انطلاقة الهجومات، ممكن شارع كوليبالي كان يعني من بيرتاح من مفاتيح حولنا على مباراة الذهاب إلى أن بنجاح يعني لم يترك أن يكون بالي صراحة فإنما كان يمشي غير ويخليه يعني يعمل ريفونس يعني الشيء اللي خلاه يعني المنتخب السنغالي يتعثر لما يخاف إخراج الكرة، هذا الشيء راح يساعد المنتخب السنغالي، نعرف أن المنتخب السنغالي يعني في ذاك نوعا ما في الدفاع
مش حيساعدنا بالعلاج بكل المواضيع. اما يوسف عطال كل يعرف يوسف عطال خاصه طبعا على التدريبات الهجوميه شيء اللي ممكن يقدم للفريق اضافه كبيره في الهجوم. ولكن احنا نظن ان المنتخب يعني طريقه المنتخبين كل لاعبين جاهزين وشفنا يعني الزفان في المنتخب عفوا في المباراه الماضيه يعني قدم يعرف اوقات صعود واوقات يعني اللي فيها في الدفاع. انا نظن تمام. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حسين عشو نجم المنتخب الجزائري السابق وكل التوفيق للمنتخب الجزائري ان شاء الله في مباراه الغد. فاكر الجون اللي جاب الراجل ده جابه في منتخب مصر كان جون مقلب جدا بالنسبه لنا في الحقيقه يعني في 2004، لكن احنا رجعنا عوضناه وكسبناهم في 2010 4-0 في نفس التوقيت. كان برضو فوز تاريخي للمنتخب الوطني المصري. بالتالي مباراتنا مع فرق شمال افريقيا بتبقى ديربي وتبقى مباراه لا تنسى يعني في طبعًا. التاريخ يعني. طيب بالتالي خلينا نكمل كلامنا بقى على اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل بخصوص بطوله الامم الافريقيه تنظيميا والمباراه النهائيه. يعني ما زلنا في تنظيميا، فالكلام كله على التنظيم وجوده الملاعب واماكن الاقامه والضيافه والتحركات والتنقلات وتنظيم المباريات وتنظيم الدخول والخروج. كل هذا الامر ابهر الناس خصوصا ارضيات الملاعب اللي احنا سبق واتكلمنا ان احنا كنا بنعاني منها كثيرا. فالحمد لله اصبحت هي يعني مسار اعجاب الناس كلها ان افريقيا فيها ملاعب بهذا الحجم وهذا المستوى، فشيء مهم جدا لنا كمصريين بنفخر به. ويمكن في الجمعيه العموميه للكاف كان التنظيم هو المسار الكلام كل اللي موجودين وكل اعضاء الجمعيه العموميه في القرعه دلوقتي. يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب يمكن اخر خبر جاي ان هو القى كلمه بسيطه وسريعه وتحدث فيها، وطبعا يعني اشاد بالتنظيم والنجاح اللي حققته مصر وقال ان ده يعني حاجه نفخر بيها كمصريين ونتشرف بيها يعني. فطبعا الحمد لله الامور بقت جيده، بقت مميزه، بقت حاجه عظيمه بالنسبه لنا يعني. تمام. طيب خلينا نقول خبر سريع جدا، وطبعا المجموعه بتاعه مصر في تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون خلاص تم الاعلان عنها. المجموعه السابعه مصر معاها كل من كينيا، توجو، وجزر القمر. المجموعة الخاصة بمصر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. أقولها لحضراتكم مرة تانية: مصر، كينيا، توجو، جزر القمر. ده مجموعة رأيك فيها؟ ده طبعا مجموعة جميلة، طبعا مجموعة يعني طبقا للتصنيفات مصر أول وبعد كده كينيا وبعد كده توجو وبعد كده جزر القمر. يعني أعتقد مستويات سهل جدا إنك تمر منها بسهولة إن شاء الله. عادي بالنسبة لنا طبعا الوصول لنهايات ده بالنسبة لمصر يعني امر محسوم تماما. غياب مصر عن النهائيات هو الامر الغريب والامر الشاذ والامر غير المقبول كما حدث في بعض في الثلاث دورات اللي كانوا من قبل بعد ما فزنا كنا الابطال ثلاث مرات وفقدنا فرصه التاهل. فطبعا مصر ده يعني دايما بتبقى مرشحه للقب مش مجرد ان هي توصل يعني. فعادي جدا اي مجموعه نتعامل معاها وهنتاهل باذن الله، لكن المهم فيما بعد التاهل هنعمل ايه وده اللي هنفكر فيه. فيما قبل التأهل وفيما قبل خوض هذه، لا ده وفي من دلوقتي هنعمل ايه يعني. ده بقى الملف اللي انا عايز افتحه مع حضرتك بخصوص سواء فيما يتعلق باتحاد الكره وما سيحدث خلال الفتره القادمه، فيما يتعلق بملف المدير الفني المنتخب الوطني الاول، ملفات كلها مهمه. تمام. على طاوله اتحاد الكره شايفها ازاي؟ تمام. الملف ده بس الشق الثاني من السؤال اللي هو المباراه النهائيه بتاعه. طيب الكان يعني سريعا. أوكي. المباراه دايما اي حد يصل الى النهائي او بيكون بيلعب على اللقب بيكون بيلعب على البطوله ما تقدرش تتوقع عليه حاجه محدده الا لو كانت الفارق كبيره. احنا شايفين ان احنا امام فريقين الفارق بينهم تكاد تكون شبه معدومه. صح. او بسيطه جدا يعني. كان فريق بيتفوق في بعض الاماكن فده بيتفوق في اماكن، ده عنده نجم ليفربول، ده عنده المان سيتي رياض محرز، ماني ومحرز ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين. يعني لو قعدنا هنقول يعني اسماء المجموعه. صح. اللي هنا واسماء المجموعه اللي هنا مجموعه كبيرة جدا ومجموعه مميزه. التاريخ بينهم بيقول ان هم اتقابلوا 21 مره يعني. والتاريخ مهم لحد ما لانه بيعطي دفعه معنويه ودفعه نفسيه، لكن لا ترتكز على التاريخ في كل تحركاتك. لابد ان تبذل جهد كبير جدا عشان تحافظ على هذا التاريخ، عشان تكبر هذا التاريخ، عشان تعظم هذا التاريخ. فاتقابلوا 21 مره، الجزائر كسبانه 11 مره مقابل 4
للسنغال فرق كبير جدا، 11 انتصار مقابل 4 انتصارات. اعتقد يا استاذ اوسي هم واجهوا بعض 22 مره و13 فوز للجزائر، يعني ارقام عاليه جدا، يعني ارقام تعتبر عاليه طبعا. في الكان تقريبا اتقابلوا 4 مرات، 3 مقابل 1 يعني، فالجزائر 3 فوز للجزائر وتعادل، فالجزائر انتصار للسنغال. طيب يعني الجزائر تعادل، الجزائر كعبها عالي جدا، مميزه جدا، عندها حافز معنوي كبير جدا، لكن الاخرين الذين لم يسبق لهم الفوز باللقب اعتقد عندهم دافع كبير جدا. ساديو ماني بيعتبرها معركه شخصيه ليه هو ومجموعه اللعيبه اللي معاه. من ناحيتين، اولا ان السنغال تكسب اول بطوله في تاريخها، لان سبق وصلت للنهائي قبل كده في 2002 ولم توفق في احراز الكاس. الجزائر تامل في الحصول على الكاس بعد غياب 29 سنه بالزبط. لما فازت بيها سنه 90، ودي كانت المره الوحيده اللي فازت بيها، لان دي كانت على نيجيريا، وكان قبل كده وصلت النهائي في 80 برضه مع نيجيريا، وخسرت في لاجوس وبرضه البطوله. فعندهم طموحات كبيره جدا. هذا الجيل الجزائري المحترم اللي بنكن ليه كل احترام وتقدير، جيل بيطمح في البطوله، احنا كمصريين كعرب نتمناها للجزائر، نتمناها جزائريه ان شاء الله. يعني ده كلام ما فيهوش فصال، ويمكن كان في جمال بالماضي قال تصريحات، والناس يعني اخذت هذا الكلام واخذت هذه التصريحات وتناولتها بشكل لا يليق. يعني احنا ما نحملش الكلام يا جماعه والتصريحات اكثر مما يقصد المتحدث. الراجل حتى طلع وعقب بعد ذلك على هذا الكلام، هو بيؤكد على الجمهور المصري، وفي نفس الوقت بيقول ان معانا جمهور الجزائري، لكن احنا في كل الاحوال احنا لسنا منتظرين تصريح لجمال بالماضي عشان نشجع الجزائر، عشان نشجع الجزائر، ولسنا منتظرين دعوه من الجزائريين عشان نشجع الجزائر. طبعا السنغال دوله افريقيه لها صداقات وشقيقه، لكن القرب لابن عمي، وانا ابن عمي الجزائر اللي هي الدوله العربيه الشقيقه المسلمه قريبه مني الاكثر، اللي هم نفسهم ياملوا من ده، واحنا معاهم في الموضوع. ما دام مصر مش موجوده فنحن مع الجزائر قلبا وقالبا. يعني ما اقدرش اقول لك مين اللي هيكسب البطوله، لكن اتمناها جزائريه باذن الله. اتمنى ان الجمهور المصري بكل قوته وبكل جماهيره وبكل طوافه يملا استاد القاهره، بل واتوقع ان استاد القاهره غدا ان شاء الله سيكون نجما يتلألأ في سماء الكره الافريقيه. استاد القاهره سيكون مناره للكره الافريقيه في ظل حضور رئيس الاتحاد الدولي ومجموعه من اعضاء الفيفا. ان شاء الله ده هيكون فخر لينا كمصريين بشكل كبير جدا ان احنا ننظم ده ونستضيف مناسبات عالميه كبرى ان شاء الله على غرار ده، وسيكون لدينا ختاما مبهرا كما كان الافتتاح مبهرا بفضل الله ان شاء الله، وكلنا ثقه في ذلك. بالتالي نروح لملف اخر، واللي انا كنت سالت حضرتك عليه فيما يتعلق بالكره المصريه ومستقبلها، سواء فيما يتعلق بالمدير الفني اتحاد الكره، شايف المرحله الجايه ازاي وكيفيه التعامل معاها من وجهه نظرك؟ انا مش هتكلم على الفتره المؤقته، في كل الاحوال ستمر باي شكل من الاشكال، سواء توصل السيد معالي وزير الرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي الى قناعه بان السيد ثروت سويلا بحكم اللوائح سيستمر، او توصل لاتفاق طبقا لما تردد من اخبار اليوم ان هناك جلسات ما بين معالي الوزير والسيد انفنتينو للوصول الى صيغه وعمل لجنه مؤقته. ايا كانت الحلول فهذه فتره مؤقته وستنتهي، لكن ما يهمني هو مستقبل الكره المصريه الذي يجب ان نعمل له، الذي يجب ان نشتغل عليه، الذي يجب ان تكون لدينا خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل نعمل عليها من اجل احداث نهضه كبيره في الكره المصريه. كويس. نظام الانتصارات بطريقه الظاهره التي تظهر وتختفي هذا اصبح نظام لا يفيد ولا يقنع جماهير الكره المصريه. يعني ممكن يظهر عندنا جيل يحطم كل القواعد وكل المقاييس ويفوز زي ما حصل في 86 و2010. صح. ممكن يظهر عندنا لاعب يوصل لمرحله ضمن افضل 3 لاعبين في العالم محمد صلاح، ممكن يظهر عندنا فريق فرق تحقق نتائج كبيره وتحقق بطولات وبعد كده تختفي. المهم ان احنا يكون عندنا استمراريه، دي بقى المنظومه، ده اللي بيشتغل صح، ده اللي بيكون عنده خطط كرويه، خطط في المسابقات، خطط في الناشئين، خطط في القاعده. لذلك لابد يكون لدينا اتحاد كره جيد. واتحاد احنا كان عندنا خطط ولا لا؟ ده احنا ما عندناش خطه، ما عندناش احنا بنشتغل بدون خطط، ما عندناش منظومه لكره القدم في مصر، احنا بنشتغل كده يعني ايه على ما تفرج ببساطه يعني ده بمنتهى الوضوح. لا بصراحه طبعا من الاخر يعني، وده يعني ما دام انت بتوصل للقمه وفجاه تبقى في القاع يبقى كده ما عندكش خطه. لما تاخد 3 امم افريقيا وتبعد 3 امم افريقيا يبقى انت ما عندكش خطه، ما عندكش، لكن ممكن تاخد 3، ممكن تطلع من سيمي فاينل، ممكن توصل فاينل، ممكن حاجات كده يعني.
فلابد من اختيار مجلس اداره اتحاد كره على اسس محترمه، على اسس نبيله، وتوضع لوائح لفتح الطريق لكفاءات وكوادر كي تصل الى هذا. وانا من وجهه نظري ان بدايه الاصلاح للكره المصريه تبدا من الجمعيه العموميه. احنا شايفين ان عموميه الكاف دلوقتي هي اللي بتقرر مصير الكاف، يعني زي ما النهارده بياخدوا قرار ان نهائي دوري الابطال الكونفدراليه بيكون مباراه واحده. زي ما هو موجود. قرار مميز جدا. ليه بقى؟ ليه قرار مميز؟ انا سعدت جدا بهذا القرار. لانك انت ممكن توصل للنهايه مع فريق واروح اتعادل بره 1-1 واتعادل على الارض 0-0 وفوز بالبطوله. بالظبط. يبقى لم يعني من لم يفز فاز باللقب واصبح بطلا. صح. يعني فده كلام مش مهم. لكن مباراه واحده تحسم من يفوز وعلى ارض محايده وهتبقى حاجه جميله وتعملها زي اوروبا وتتعمل في مكان واعلنوا ان هيستعينوا بالملف الاوروبي او كراسه الشروط الاوروبيه عشان يطرحوها عشان الدوله اللي هتستضيف النهائي يبقى معروف من قبل حتى يعني البطوله ما تبدا هيكون معروف مين اللي هيعمل البطوله. ده شيء مهم. ده شيء مهم جدا. فانا عشان اعمل كره مصريه صح لابد ان يكون عندي صياد صح، رجال صح، ناس بتفكر صح. مين اللي هيجيب الناس دول؟ مين؟ الجمعيه العموميه. احنا عندنا الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المصري عموميه فاسده. فاسده، انا اسف في اللفظ، يعني فاسده يعني غير صالح لاختيار هذا الاتحاد او لاختيار اتحاد كره. بمعنى ايه يا استاذ اوسي برضه عشان نوضحها للناس؟ يعني هذه الجمعيه العموميه لا تصلح لاختيار اتحاد كره يخدم على مصالح الكره المصريه. ليه؟ لكن بتاتي باتحاد كره يخدم على مصالحها. ليه؟ صح، انت جبت من الاخر خالص كده، بس فهمتني. لذلك لابد من تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه. كان من فتره ايام ما كان كابتن سامي ماسك الاتحاد كنا بنتكلم في 40-45 نادي، فرق الدوري الممتاز معاهم، فرق القسم الثاني معاهم، بعض الانديه الكبيره اللي ممكن تخش معاها 40-50 في الرينج ده. لكن ان اتجاوز ال 200 نادي بمراكز شباب وكفور وقرى واشياء اخرى اتحاد الكره يهتم بها ويهتم بصوتها اكثر من اهتمام النادي الاهلي. اتحاد الكره لا يبحث عن اصوات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد الانديه الشعبيه والجماهيريه، بيروح للقرى والنجوم. احترامنا كامل ليهم طبعا، يعني بس احنا بنتكلم في سيستم لازم يكون صح. احنا بنتكلم عن حاجه لصالح الكره المصريه. اسمع عن اجتماع بيضم 30 صوتا ولا ارى فيهم اي شيء معلوم، بمجرد ان هم يقعدوا يفرطوا شروطهم ويحدثوا اللوائح بتاعت الجمعيه العموميه بتعمل الاتحاد الكره اللي بيعملها لانه مختار بغير طريقه صحيحه، فبيعمل لوائح تخدم عليهم وبييجوا هنا القاهره كلهم بيتجمعوا باكله الكباب والكفته اللي كلنا عارفينها والاقامه في الفندق 5 نجوم والنادي او المركز الشباب ياخد المعلوم ويمشي. معلوم انا مش بقول احطه في جيبه، انا يعني هفترض حسني ان المعلوم ده بيذهب الى مصالح خاصه بالمركز الشباب ده او بالنادي ده. بالظبط. وهكذا تدار الكره في مصر. ومصر يعني اتحاد الكره وجمعياتهم مليء بالاشياء غير السليمه غير الصالحه. ما عندناش مسابقات للناشئين. ازاي بيكون عندك ازاي تطلع قاعده؟ احنا مش يا جماعه احنا بقالنا دلوقتي ما يقرب من 10 سنين بلا مهاجم في مصر. صح. الكره المصريه بلا مهاجم، ده فشل اتحاد الكره. بعد متعب وعمرو زكي ما فيش. فين اتحاد الكره؟ انتوا مش قاعدين شايفين، مش عندكم لجنه فنيه، مش عندكم ناس بتخطط، مش عندكم ناس بتدير. فالاصلاح يبدا من اصلاح الجمعيه العموميه التي تختار مجلس اداره سليم يخطط للكره المصريه. ومن هنا يبدا اصلاح الكره المصريه وتوضع خطط طويله الاجل ان احنا يعني يبقى لنا تواجد مستمر في كاس العالم. يعني لابد. صح. ان احنا نصعد ل 22 وفي 26 نعدي الدور الثاني وفي 30 نفكر نكون في دور الثمانيه. ده لازم يكون طموحي. لازم يكون امل. لازم طموحنا. والا لو ما كنتش شغال انا لو هقعد نايم انا كده مش هطلع. انا بقى لما اقعد من 90 لغايه 18 مش هطلع كاس العالم ده عار. طبعا. ده فشل ذريع. وان ما حدش بيفكر وما حدش بيشتغل ما حدش بيخطط لمصلحه هذا البلد ومصلحه هذه الكره، ولا سيما ان الكره باتت مصدر بهجه ومصدر سعاده ومصدر فرح لكل المصريين. صح. لذلك لابد من الاهتمام بيها وباتت نوع من الفخر الوطني وتجمع المشاعر الوطنيه وتأججها، فلابد ان نهتم بيها. والرياضه مش مجرد لعب يا جماعه، الرياضه بتعبر عن حضاره امم وثقافه امم. صح. الدوله المستقره، الدوله القويه، الدوله العافيه هي اللي فيها رياضه. بنشوف دوله زي الولايات المتحده الامريكيه هي اللي بتتصدر الرياضه في العالم، وشوف ده في الالعاب الاولمبيه. ما تقوليش ان هم ما عندهمش كره قدم، عندهم العاب ثانيه. كره قدم مش لعبه عندهم، لكن عندهم العاب ثانيه عظيمه بيتفوقوا فيها. فالدوله الرياضه ما دامت لقيتها متقدمه اكيد الدوله دي فيها تقدم وفيها ازدهار وفيها استقرار وفيها ناس بتشتغل صح. اتمنى ان احنا نشتغل صح. طب انت عشان تقلل عدد الاعضاء الجمعيه العموميه لازم تغير في اللائحه بقى. لازم تغير في اللائحه. لازم في اجتماع عاجل بقى للجزئيه دي عشان تعدل في اللائحه. عشان دي بص دي مصلحه عامه. لازم يحصل كل شيء من اجل المصلحه العامه. وما دام ثبت فشل هذا النظام فلابد من تغييره. ما دام ثبت فشل هؤلاء الاعضاء بتوع الجمعيه العموميه هذا التغيير.
يا كابتن امير، ده المدربين المنتخبات بيجوا بجماعة يوميه وضغوطها وعن طريق الانتخابات والمجاملات، في عشرات المدربين في المنتخبات اللي تحت بيجوا بالطريقه دي يعني، وحواديت معروفه يعني. يعني نفسنا نتجاوز كل هذه الامور في الحقيقه. ليه؟ لصالح الكره المصريه، ومش لصالح حد. احنا مش عايزينها تبقى لصالح حد، فعايزين نغيرها ان كل هذه الامور تبقى في صالح الكره المصريه، عشان ما يعني ما نتعرضش لكارثه زي اللي احنا فيها دلوقتي، ان مصر تخرج على ارضها وسط جمهورها من دور 16 بطوله الامم الافريقيه، ان مصر تبقى عندها مشاكل مثلا في التاهل لكاس العالم، ان الكلام من ده. تاني هيخليني اسالك على ملف المدرب الوطني يا استاذ اوسي، او المدرب القادم لمنتخب مصر سواء كان وطني او اجنبي، انت مع ايه اصلا ان يبقى مدرب وطني ولا اجنبي؟ لا انا شخصيا بودي المدرب الوطني. الوطني تحت اي ظرف وظروف افضل المدرب الوطني لمنتخب مصر. اشمعنى؟ لان المدرب الوطني هو الراجل اللي عايش معاك في البلد والاقدر والاعمال، والحمد لله بقى عندنا كفاءات تدريبيه. ما تقوليش احنا ما عندناش كفاءات تدريبيه، لابد ان نستعين بكفاءات من الخارج. دع الانديه تجيب مدربين وطنيين يحطوا افكار ويحطوا رؤى، لكن المدرب الوطني ده لازم ابن البلد. اديك شايف الفاينل مدرب وطني بيقود سيسي وجمال بالماضي. انا طبعا يعني مش ده معناه ان مدربين الاجانب لا، لكن المدرب الوطني هو الاقدر على بث الحماس، الاقدر على الرؤيه، الاقدر على اختيار اللاعبين، الاقدر على ان هو يبقى عنده الحرقه اللي موجوده اللي ينقلها للاعبين. المدرب الاجنبي ان خسر البطوله ولا تعمل دور اول هيروح بلده وياخد فلوس وياخد شرط الجزاء وشكرا انا مالي. لكن الثاني عايش في البلد معاك هيبقى عايش بنفس الاحساس وعايش بنفس القهر اللي ممكن تعيشه الجماهير، فيقدر يعمل حاجه كويسه. انا شايف ان عندنا كفاءات تدريبيه تقدر تعمل ده. شايف ان احنا كل انجازاتنا اللي عملناها التاريخ الماضي بيقول لنا كده، مدربين وطنيين باستثناء بطوله واحده في 86 كله اتحقق. اعظم انجازات حققها لنا كابتن حسن شحاته المدرب الوطني. الان اكثر من اسم مطروح طبعا في مقدمه محمود الجوهري طبعا كابتن محمود الجوهري في 98 وكاس العالم. ده ما بقول لك دول مدربين من العظام اللي كان لهم بصمه كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه، وعندنا مدربين ثانيين دخلوا لكن لم يصادفهم التوفيق. لكن شايف ان عندنا مجموعه من الاسماء كبيره جدا، لا داعي ان احنا نذكر دلوقتي عشان ما نبقاش يعني احنا بنوجه حد ولا بنتكلم. ليه ما نناقش الاسماء؟ يعني مثلا في بعض الاسماء اللي ممكن تكون مرشحه من وجهه نظرك مين يعني؟ يعني في كابتن حسن شحاته من الاسماء المطروحه، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، في كابتن ربيع ياسين، عندنا كابتن مختار، مختار كابتن مميز جدا ما خدش اي فرصه لغايه دلوقتي. عندنا كابتن ايهاب جلال موجود بشكل كويس جدا، كابتن طارق العشري، كابتن طارق العشري، يعني دي اسماء كثيره موجوده ومطروحه في المكان. لكن يقال ممكن وعندنا من اللي طالعين عندك عماد النحاس طالع، عندك علي ماهر طالع، يعني مجموعه مميزه من اللاعبين دول. انا بتكلم على ناس ليها بصمات وليها عملت، وشفنا ليهم قدرات تدريبيه وقدره على العمل وقدره ان يكون لهم شخصيه ظهرت على الفرق بتاعتهم وحققوا نتائج وحققوا انجازات. ايا إن كان الاسم ده بجهاز قوي، ما يكونش فيه مجاملات برضو، يعني يكون فيه مدير فني معاه مدرب عام يعرضه ويقول له ويناقشه ويقنعه، مش مجرد ان يجي مدير فني ويجيب معاه مجموعه صبيان مجرد ان هم تابعين ليه بينفذوا. لا انا عايز اللي يبقى معاه فاهم. الفاهم دايما الكفاءه هو من يختار الكفاءه بجواره، الضعيف هو من يختار الضعيف ويحارب الموهبه ويحارب الكفاءه. فانا لازم اختار حد كفاءه وحد قوي وحد موهوب وحد له رؤيه وحد ليه شخصيه، ولازم اجبره ان هو يختار دول، ما يسيبوش برضه يعني. لكن ما حدش يقول لي اصل لازم برضه يكون متفاهم مع الجهاز بتاعه. ما هو مش معقول يا جماعه يروح يجيب لي ناس مالهاش اي راي ولا اي رؤيه وسبب فشلها. ده هيخليني بقى اسالك سؤال مهم قوي عشان يبقوا في الجهاز. طيب في سؤال مهم قوي، خلال ال 24 ساعه او 48 ساعه اللي فاتوا الكلام على ان الكابتن حسن شحاته هو الاقرب، وكمان تطرقوا للاسماء المساعدين للكابتن حسن شحاته اللي بتتمثل في الكابتن احمد حسن، كابتن عصام الحضري كمدرب لحراسه المرمى، وكابتن حماده صدقي. رايك ايه في الترشيحات دي؟ وهل فعلا كابتن حسن شحاته هو الاقرب؟ هو انا شايف ان الطرح بتاع كابتن حسن هو الاقوى والاقرب تمام بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره يعني. هل الاسماء اللي انت تحدثت عنها اسماء لا غبار عليها يعني؟ طبعا عندهم تاريخ كبير. لا تاريخ عليها بس تحافظ على مركز حراسه المرمى الحقيقه يعني. يعني مع احترامي طبعا للكابتن عصام الحضري وتقديري ليه، فهو ما زال لاعبا يعني، لا يعني حتى ما خدش دوره تدريبيه. واحنا عندنا مركز حراسه المرمى كابتن احمد ناجي هو افضل مركز في منتخب مصر، لدرجه ان احمد الشناوي مرشح ان يبقى اللي طالع من دور 16. محمد الشناوي اللي خرج من دور 16 مرشح ينال لقب الحارس الافضل في قاره افريقيا. ليه؟ دي مش مجامله عشان مصر، لان هو اللي عمل افضل تصديات في البطوله حتى الان، عمل 16 تصدي.
لم يصل له اي حارس لغايه دلوقتي حتى اللي وصلوا للنهائي. استاذ اسيد دي حاجه مؤسفه، هي حاجه مفرحه لمحمد شوقي لكن حاجه كارثيه بالنسبه لنا احنا كارثيه يعني للدرجه دي. احنا كنا مبهدلين في اول اربع ماتشات كده، ده لما الحارس بتاعنا هيبقى الافضل في البطوله ده يعني مش عارف تبقى حاجه كويسه ولا فضيحه. لكن انا بقول لك ان الكابتن ناجي المفروض يبقى موجود. انت يعني مش مجرد الفشل اللي هو الراجل ثبت طبعا قدرته، ثبت نجاحا كبيرا وحقق نتائج كبيره وظهرت بصمات وظهرت قدرات وشفنا ازاي حراسه جاهزين وبيقدروا يتصدوا يعني. لكن حضرتك يا استاذ اسي مع ان حسن شحاته وليجي كابتن حسن شحاته، ولا شايف ان هتكون مجازفه بالنسبه له بعد التاريخ العظيم اللي عمله مصر؟ ده رايي الشخصي يعني. هو انا هقول لك وحسن شحاته تقريبا اللي جاي، هو اللي جاي بقول لك تقريبا اللي جاي تمام. لكن انا وجهه نظري ان كابتن حسن شحاته ليس رجل المرحله، ليس رجل المرحله. كابتن حسن شحاته كابتن حسن جه في ظروف كانت اصعب من كده بكتير قوي، وكان عامل انجازات كبيره جدا مع المقاولين العرب، واخد الكاس واخد السوبر وكسبان الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وجيب فتره مؤقته وربنا كرمه وخد 2006 بعد طردلي فاكر بالظبط. طبعا الفتره طبعا كانت فتره كارثيه برضو يعني وكان شكلنا عار برضو في الكوره يعني. كابتن حسن جه وقدر يعمل ده، وكان عنده طموحات كبيره جدا وعمل الثلاث بطولات العظيم. كابتن حسن عمل كل حاجه في كره القدم يعني. الكابتن حسن راجل وطني عظيم وراجل مدرب قدير وراجل خبراته وبصماته، لكن لازم لا تعطى الفرصه لواحد عنده دوافع ان يعمل اللي عمله كابتن حسن. دي الفكره، ده اللي انا اتمنى ان هو يبقى موجود يعني. لكن اي مكان لو كابتن حسن جه فلا غضاضه، لكن لو في ظهره اكيد هنبقى في ظهره بطبع مؤكد طبعا. لكن لو حد تاني ما حققش الطموحات دي، ما حققش الاهداف يعني، لما تجيب واحد واخد مثلا 10 دوري مع الاهلي مثلا، تجيبه تاني تقول له كمل، بقت الامور بالنسبه له عادي، الدوافع خلاص مش قويه زي الاول يعني. لكن لما تجيب واحد لاول مره النادي الاهلي الدوافع بتفضل متجدده بس يعني مثلا يعني لما تجيب واحد اول مره بيبقى معاك، فيبقى عنده دوافع وبيبقى عنده رغبات وعنده حاجات وعنده امور كتيره جدا في هذا الاتجاه. في دقيقتين يا استاذ اوسي عايز اتكلم سريعا على تصريحات الكابتن هاني رمزي بالمره بقى كده، وكلامه على الجهاز الفني واللي حصل جداً، وكواليس المعسكر وكواليس الخروج من بطوله الامم الافريقيه والقائمه اللي قالها. رايك ايه في اللي شفناه والردود اللي جت من بعض اللاعبين بعد تصريحات الكابتن هاني رمزي؟ طبعا انا رايي ان انا مش موافق على اللي حصل اصلا للتصريحات دي. لا مش موافق على اللي حصل ده يعني ليس مقبولا ان يخرج المدرب فيطلع فضايح ويطلع غسيل غير نظيف وينشره يعني. انت كنت موجود ومستأمن على حاجاتي، ما ينفعش تطلع الا لو كانت حاجه تهم المصلحه العامه يعني. لكن ما كانش، ما ينفعش المدرب يطلع بعد ما يطلع يقطع في اللعيبه ويقطع في الجهاز. مع احترام الكابتن هاني، وكابتن هاني شخصيه محترمه جدا. وانا الحقيقه بعتبره من النماذج الخلوقه المحترمه العظيمه، لكن ما اعرفش ازاي هو خرج وعمل كده يعني. وان كان هذا الكلام عظيم بالنسبه لنا كاعلاميين ان احنا محتاجين الكلام ده، ومحتاجين اي حد يجي يتكلم، ما عندناش اي مشكله خالص في الموضوع. لكن انا شايف ان ما كانش ينفع ده انه يطلع ويتكلم مثلا على كان المحمدي كابتن منتخب مصر، وعلى كان المحمدي يرد عليه. طبعا رد المحمدي ده نفسه اصلا شيء كارثي ان هو برضه يرد بهذا الشكل. وانا من وجهه نظري خلاص البطوله انتهت، ان المحمدي لا يصلح ان يكون كابتن منتخب مصر يعني ما عندوش القدرات، ما عندوش الامكانيات، ما عندوش الكاريزما اللي تاهله ان يكون منتخب مصر يعني. يعني اعتقد ان ما عندوش شخصيه وائل جمعه، ما عندوش شخصيه احمد فتحي، ما عندوش شخصيه حسام يعني حسن، احمد حسن، الناس دي. لا 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 ما فيش الكلام ده يعني انا برضو نفسي عمليه الكابتن دي طبعًا. نفسي يا عمي ده لعيبه عظيمه وعمل تاريخ عظيم ولعب 100 مباراه في انجلترا. ومش عيب على فكره ان انت ما كنتش عندك شخصيه يا سيدي، مش لازم تبقى كل حاجه في الدنيا يعني. فالمفروض ان الكابتن او القائد ده يكون ليه سمات وحاجات معينه ليس من بينها الاقدميه يعني، وان كان الاقدميه لها وجهتها، لكن لا تكون هي السبب الوحيد ان انا اختار. ما ممكن واحد يكون قديم وهو ما يعرفش يدير، فبالتالي مش هينفع يعني. فمهم جدا ان الكلام ده. فطبعا انا وجهه نظري ان كابتن هاني رمزي اخطا، كابتن محمد اخطا، ما كان يجوز ان هذا الكلام يصدر في هذه المرحله اللي احنا فيها. اعتقد ان الكلام ده يعني اخذ من هاني رمزي ولم يضف له. سريعا في اجابه سريعه، متفائل بمستقبل الكره المصريه ان شاء الله؟ لما اشوف مين اللي هيديرها. مترتبه على اللي هيدير. تمام. انا بشكر حضرتك يا استاذ اوسي، نورتنا وشرفتنا، ودايما ببقى سعيد لما تكون متواجد معانا. حبيبي يا كابتن امير اشكرك، ويا رب موفق، وان شاء الله نهائي يليق بمصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك يا استاذ اوسي، كان ضيفنا العزيز في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا وختام الأسبوع. إن شاء الله في أسبوع جديد يوم السبت القادم من نفس البرنامج، انتظرونا. إلى اللقاء.